السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. والمشاهدين الكرام، اليوم غادي ندير لكم واحد الفيديو في المستوى ان شاء الله. خليكم معنا، غادي نمشيو ندير واحد الدوره من هنايا، ندورو على الكورنيش ونطلعو يعني للمدينه، نشوفو وشنو غادي نتلاقاو في الطريق. خليكم معنا، غنتسارى بكم اليوم شو يعني ندير واحد المساريه من داكشي. تبارك الله، القهوه كما كتشوفوا دابا راه 8 خصهم يشدوا، باقي ما شدوا 8 و4، والناس كما كتشوفوا يعني القهوه باقي ما شدوا، ودابا 8 و12 دقيقه. المشاهدين الكرام، ماشي مشكل، خليهم مساكين يسترزقوا، لان 8 راه قليله في الحقيقه. نتمنى ان شاء الله يزيدوا ليهم شويه في الوقت حتى 10 ولا 11 ديال الليل، حتى هما مساكين يسترزقوا، وان شاء الله نتمنوا من الله الخير. ايوا المشكل، المشاهدين كما كتشوف واحد المنظر، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، واحد المنظر واحد المنظر. شوفوا شوفوا على الغربه المشاهدين كان. شوفوا الله اكبر، شوفوا على المنظر، الله على المنظر، شوفوا تبارك الله، شوفوا على منظر ما شاء الله، أعلى منظر أعلى منظر، والله أعلى الغروب، واحد الغروب مداكش. خليكم معنا، غادي ندير واحد الجولة رائعة بزاف، ميناضور التحتانية، وغادي نمشيو ندخلو نهبطو للكورنيش من هنايا. خليكم معايا، وتمتعوا معنا المشاهدين الكرام، واحد المنظر مع الغروب كيهبل كيهبل. واحد المنظر المشاهدين الكرام، خليكم معايا نشوفوا هذا الغروب هذا، الله على منظر. خليكم معايا، وتبارك الله على منظر المشاهدين الكرام. شوف 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 على منظر، شوف على منظر المشاهدين الكرام، هاي 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 على منظر، تبارك الله. تبارك الله على منظر الغروب اليوم في حسيمة. شوفوا المشاهدين الكرام الغروب كي داير، عطا واحد المنظر ما شاء الله. خليكم معايا، ايوا تمتعوا معنا المشاهدين الكرام على واحد المنظر اللي كاين اليوم في هذا الكورنيش هذا، الله على المنظر.
انظروا على اللي من هنا. شوفوا الناس شي طالع شي عرض، الناس شي طالع شي عرض. الناس يتساروا واليوم درنا لكم واحد الفيديو للمشاهدين الكرام في المستوى صراحة لأن أول اختار كنصور يعني قبل المغرب في الكورنيش كما كتشوفوا الناس باقي كيهبطوا للكورنيش، الناس باقي كيهبطوا للكورنيش على المكان. شتي الناس شحال كيهبطو عاد الكورنيش عاد تبارك الله، الناس حتى دابا كيقبضو الطاكسي للكورنيش. هاد الفيديو شوف نحطو اليوم شوف حتى الغدا، معارف واش غاد عندي الوقت باش نصوبو دابا ولا حتى الغدا، إلا ما لحقتوش اليوم في النهار يعني اليوم بعد المغرب راه غدا في الصباح ان شاء الله غادي نحطوه في القناه وان شاء الله تفرجوا فيه وعجبكم الفيديو، وما تنساوش دير تبارطاجيو وديروا لايك ليزيكم بخير كما كيقولوا وتشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. حنا ديما مع الجديد المشاهدين الكرام، ديما مع الجديد حنا كندوزكم فيديوهات زوينين بزاف.
درنا مع المغرب دابا ودنا ولا غادي يودن دابا ما سمعتش انا الاذان الا كنا في يعني في الكورنيش يقدر يكون ودن يقدر غادي يودن دابا هذا من جوج كما ظنيت الله اعلم دابا غادي يودن المغرب هاكا تعرف ليا من داك يلا سير تبارك الله الناس غير كيجري الناس غير كيجري في عليا نجري عليك نتمنى يعجبكم الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله.